بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسيادة والسعادة، السيدات والسادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك للجميع اليوم هذا الحفل في الإعلان على التوقيع النهائي لعقود الجولة الخامسة التي طال انتظاره منذ 5 سنوات. كلفت العراق ملايين الدولارات وأضرار بيئية في مختلف المجالات وآثارها السلبية على المواطنين وخصوصا في المحافظات المنتجة للنفط. قرار مجلس الوزراء 72 لسنة 23 جاء إثر توصية المجلس الوزاري للطاقة وحظي بموافقة مجلس الوزراء، تأكيدا على المنهاج والبرنامج الحكومي الذي أفرد محورا خاصا لاستثمار الغاز المصاحب وأكيد الغاز الطبيعي ضمن رؤيتنا للإصلاح الاقتصادي. هذه المفردة لا نستخدمها كشعار أو في مجال الخطب والبيانات، وإنما قناعة راسخة بأهمية تحقيق هذا الإصلاح الاقتصادي في كل المجالات. فيما نتحدث عن الإصلاح في النظام المصرفي والمالي، اليوم نتحدث عن الإصلاح في القطاع النفطي وضرورة الاستثمار الأمثل للثروة النفطية. دخول العراق إلى سوق الغاز العالمي هو خيار وخططنا له وسيتم تنفيذه بعون الله. لا يمكن أن تستمر هذه الحالة الشاذة في أن نرى الغاز يحرق، هذه الأموال، هذه الثروات وهذه الآثار البيئية في هذه الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري وتأثيراتها على المناخ ومجمل الحياة في المنطقة وخصوصا المحافظات مثل ما ذكرت. أحد الأسباب الرئيسية لأزمة الكهرباء هو عدم توفر الوقود وبالتحديد الغاز. نستورد الغاز بكلفة تتراوح من 8 تريليون إلى 10 تريليون دينار سنوياً. كان يفترض أن نحول هذه الكتلة النقدية للصحة، للتعليم، للسكن، لباقي القطاعات. طبعا هذه الكلفة، كلفة الغاز في موازنة 23 غير الكهرباء اللي تستورد. وكثير من الطاقات التصميمية للمحطات الكهربائية معطلة بسبب عدم وجود الغاز، فضلا عن أنه طاقتنا أو احتياجنا للطاقة الكهربائية أكثر مما ينتج حاليا حتى نغطي كل الاحتياجات المنزلية، المعيشية، التجارية، الصناعية، الزراعية. حتى نعرف إيش قد إحنا قاعد نسبب في هدر للثروة وتأخير وتعطيل لكل مشاريع التنمية والإعمار في هذا البلد. وهذا الأمر لا يقتصر فقط على الغاز. اليوم إحنا العراق بعنوانه بمكانته على مستوى الدول المنتجة والمصدرة للنفط يستورد المشتقات النفطية. وإن شاء الله أيضا نأتي في حفل قريب
للإعلان عن استثمار المصافي ونصل إلى توقيع العقود. هذا هو الإصلاح الذي نبغيه من خلال منهاجنا وبرنامجنا الحكومي في إنهاء هذا الهدر بالثروة وسوء الإدارة لهذا المفصل المهم والحيوي. بعون الله وبهمة الغيارة نخطط وإن شاء الله ننفذ خلال ثلاث سنوات نصل إلى الاكتفاء الذاتي من الغاز ليغطي كل احتياجاتنا وخصوصا الطاقة الكهربائية، وبنفس الوقت ندخل سوق التصدير وإمداد السوق العالمية بالغاز، وهذا أمر طبيعي لبلد يمتلك هذه الثروة وهذه الاحتياطيات. كل زياراتنا الخارجية ولقاءاتنا مع الدول والشركات في الخارج وفي الداخل تركز على هذا الأمر في استثمار هذه الثروة وتوفير هذه الفرص الاستثمارية أمام الشركات العالمية التي نلتزم معها بتوفير كل المتطلبات الكفيلة بعملها وتعاقداتها. ننتظر من الوزارة أن تهيئ المتبقي من الجولة الخامسة، وننتظر من الوزارة أن تهيئ الجولة السادسة لنستثمر كل ما لدينا من رقع وحقول في هذه الثروة سواء كان الغاز المصاحب أو الغاز الطبيعي. أيضا ننتظر من الوزارة المشهود لها بالكفاءة والملاكات الوطنية أن تعمل بثقة وتتمسك بقراراتها وتدافع عن هذه القرارات، وأن لا تستمع لكل الأصوات المشككة والمرجفة التي تعطل من خطواتنا في استثمار هذه الثروة. أنتم وزارة عريقة، وزارة سيادية، لديكم من الخبرة والإمكانية والكفاءة والنضج لاتخاذ القرارات، والحكومة داعمة لكم في اتخاذ هذه القرارات بدون أي تأخير أو تردد. مجلس الوزراء ينتظر منكم تهيئة كافة المتطلبات، وبكل ثقة وشجاعة قدموا رؤيتكم بإجراءات سليمة تضمن التقيد والالتزام بكل الضوابط والتعليمات، توفر القرارات الصحيحة لاختيار الشركات المنفذة فعلا، ونحن ندعمكم. هذا واجبنا احنا كحكومة. وزارة النفط يقع على عاتقها الشيء الكثير في خلق التنمية التي انتظرها الشعب طويلا، وآن الأوان أن تستثمر هذه الثروة بوجود المخلصين أمثالكم. كلنا أمل للأخوة في اللجنة النيابية النفط والغاز أن يكونوا على كما عهدناهم في الدعم وإسناد الوزارة وإنجاح خططها لتنفيذ هذه المشاريع المهمة الكفيلة بتحقيق التنمية وتلبية آمال وتطلعات أبناء شعبنا. إحنا في مرحلة انتقالية، نريد نتحول من الاعتماد التام على إيرادات النفط نتحول إلى تنويع مصادر الدخل. هذه المرحلة تعتمد على نشاط هذه الوزارة ومشاريعها في إمدادنا بالإيرادات المالية التي يفترض أن تستخدم في المكان الصحيح حتى ننهض بباقي القطاعات الاقتصادية. وكلمة إلى الشركات الفائزة في هذه العقود في هذه الجولة، نؤكد لكم التزام الحكومة بتأمين وتوفير كل المستلزمات ومتطلبات العمل بكافة المجالات الأمنية الإدارية القانونية، والوزارات جميعا ومؤسسات الدولة داعمة لكل ما يحقق من تسريع تنفيذ هذه المشاريع وتنفيذها بالشكل الذي رسمت من خلال الكشوفات
والتفاصيل الفنية. بعد 4 أشهر من عمر الحكومة في دراسة الملفات، معالجة القضايا الطارئة، نقول لكل أبناء شعبنا الكريم أننا مقبلون على احتفالات بنفس هذا الاحتفال في توقيع مشاريع والإعلان عن مشاريع مهمة في مجالات الخدمات والسكن والتنمية وقطاعات الصناعة. هناك فرق فنية إدارية قانونية تعمل ليل نهار لإنجاز هذه المتطلبات والإعلان عن هذه المشاريع إن شاء الله، التي سوف تكون عامل مهم في تنفيذ برنامجنا الحكومي وفي تحقيق هذا الهدف اللي نتحدث عنه في الإصلاح الاقتصادي لبلد يعتمد للأسف على الإيرادات النفطية كمصدر رئيسي. في ظل وجود موارد طبيعية وبشرية وفرص هائلة في كل القطاعات، نثمن جهود كل المخلصين الذين عملوا على مدى الوزارات والحكومات السابقة في شتى المشاريع والمجالات وخصوصا في هذه الجولة، ونسأل الله التوفيق لخدمة شعبنا وبلدنا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.